يا صباح الفل والورد والياسمين على اجدع ناس المصريين. يوم جديد يوم جميل باذن الله، نسمه هوا، شويه شمس، كل واحد بيسعى لرزقه، حته جبنه قديمه او حته كافيار، كله بيرزق وكله بيبقى سعيد، بيبقى يوم دايما جميل. المهم انت بتبص للدنيا ازاي. الحقيقه احنا النهارده ما زلنا في احتفالات انتصارات اكتوبر، 47 سنه على ارض العزه والكرامه، 47 سنة على المجند البسيط اللي طلع يمكن أكتر من 20 متر شايل أكتر من 150 كيلو على ظهره عشان خاطر يرفع علم مصر، 47 سنة على كل منزل في مصر شارك في هذه الملحمة البطولية، 47 سنة على كسر أسطورة الجيش الذي لا يقهر واللي كانوا بيقولوا عليه إن هو ما حصلش ومش ممكن حد يعمل له أي حاجة، بعبقرية المصريين وبذكائهم قدروا ان هم يكسروا هذه الاسطوره. كلام كتير جدا هنتكلم عنه هذا الشهر باذن الله، من حقنا ان احنا نفتخر، من حقنا ان احنا نبقى سعداء، من حقنا ان احنا نحتفل بهذا بذكرى هذه الانتصارات طول الشهر وطول السنه وعلى طول حياتنا باذن الله هنفضل حياتنا كلها انتصارات. النهارده مش هنروح كتير بعيد عن هذا الموضوع في حلقتنا، لكن خليوني الاول اقرا لكم شويه اخبار مهمه كده زي ما احنا متعودين في مصر جميله، دايما بنركز على الاخبار الايجابيه وبنشوف الدنيا ماشيه ازاي في مصرنا الجميله. نبتدي باول خبر معايا، بيقول وزيره الثقافه تسلم شهادات تخريج الدفعه الاولى للدارسين بمبادره صنايعيه مصر. تفاصيل الخبر بتقول تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه باطلاق المبادره الرئاسيه صنايعيه مصر في ذكرى انتصارات اكتوبر المجيده، سلمت الفنانه الدكتوره ايناس عبد الدايم وزيره الثقافه شهادات تخريج الدفعه الاولى للدارسين بالمبادره والتي نظمتها وزاره الثقافه، وهدفت الى تدريب وتاهيل الموهوبين على الحرف التراثيه واليدويه التقليديه من خلال برامج متخصصه، وذلك بمركز الحرف التقليديه بالفسطاط وبحضور مجموعه من الفنانين والمهتمين بالشان التراثي. أعلنت وزيرة الثقافة سعادتها بتزامن ذكرى انتصارات أكتوبر مع تخريج الدفعة الأولى للدارسين بمبادرة صناعية مصر، وأشادت بالمنتجات التي تميزت بالإتقان، مؤكدة أن الخريجين هم ثمرة الحفاظ على الحرف التقليدية التي تمثل أحد فروع التراث المادي، وأعلنت عن استمرار المبادرة وبدء الاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية منها بإذن الله قريبا. عدد المتقدمين المبادرة وصل إلى 430 شاب في فروعها المتعددة، وتم اختيار 116 منهم أغلبهم فتيات، كما تم تجاوز مرحلة أزمة كورونا من خلال الدراسة أونلاين. كما كرمت الوزيرة أعضاء لجنة اختيار المتقدمين وسلمتهم شهادات تقدير عرفانا بمجهوداتهم. هي مبادرة جميلة جدا، واحنا محتاجين فعلا ان المنتج المصري يوصل، خصوصا ان يكون في حرف يدوية جميلة، ما ينفعش ان احنا نسيبها، لان دي تراثنا ودي حاجات الناس كلها لما تشوف حاجة هاند ميد بتبقى سعيدة جدا وبتجري عليها على طول. طيب الخبر الثاني معايا النهاردة بيقول اليوم توزيع 200 شنطة مدرسية على طلاب مساكن المحروسة. تفاصيل الخبر، يقوم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة يرافقه رئيس جامعة الأزهر اليوم الأربعاء بتفقد القافلة الطبية التي تنظمها جامعة الأزهر بالتعاون مع المحافظة بمساكن المحروسة بحي السلام تاني، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على أهالي المحروسة في عدة تخصصات من بينها الأطفال والجراحة والنساء. ومن المقرر أن يقوم محافظ القاهرة بتوزيع 200 شنطة مدرسية على عدد من الطلاب أو طلاب الأسر الأكثر احتياجا، ويأتي ذلك في إطار في مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أن محافظ القاهرة كان قد وزع عدد من الشنط المدرسية منذ أسبوع لأكثر من 100 أسرة الأكثر احتياجا بالمنطقة الجنوبية. خبر معايا ده خبر جميل جدا. سائح أوكراني كان متعود إنه يروح ويجي على مصر، فالفترة بتاعت الكورونا ما كانش في سفر وكده، فكان متضايق جدا، واول ما فتحنا السفر يعني او السياحة بتاعت ترجع تاني، الراجل جه واول ما نزل تخيلوا عمل ايه؟ نزل سجد على ارض مصر وكان سعيد جدا. طبعا حاجة زي دي ما تتفوتش، عشان تعرف قد ايه بلدكم جميلة وبلدكم عظيمة والناس كلها بتموت ان هي تيجي، عشان يعني اكتر حاجة عندها سعادة ان هي تيجي عندنا. خلوني اقرا لكم الخبر تفصيله بتقول ايه. عبر سائح اوكراني الجنسية عن حبه لمصر بتقبيل ارضها فور وصول مطار مرسى علم الدولي على متن رحلة الخطوط الجوية الاوكرانية التي وصلت مرسى علم بعد توقف دامي لاكثر من 7 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وفور وصول الطائرة الاوكرانية لارض مصر ونزول الركاب وعقب نزوله من سلم الطائرة، انحنى السائح ليقابل ارض المطار معبرا عن حبه لمصر ومرددا جملة I love Egypt. طيب لما واحد مش مصري يعمل كده، ما احنا نعمل ايه بقى؟
طيب ده خبر جميل. هنخلص هننهي بيه اخبارنا النهارده. خلونا بقى نخش في فقرات حلقتنا عشان ما نضيعش وقت كتير. النهارده نتكلم على طبعا انتصارات وذكريات اكتوبر، الذكريات الخالده في ذاكره الامه. هيكون معايا ضيوفي الكرام، استاذ يحيى مصطفى مدير المجموعه 73 مؤرخين لاقليم القناه وسيناء، واستاذ ايمن عيد نائب مدير وحده الدراسات العسكريه والامنيه بالمجموعه 73 مؤرخين. الفقرة الثانية مش هنروح برضو بعيد عن هذا الموضوع، هنتكلم شوية عن حاجة يمكن مختلفة شوية، دور الأغنية الوطنية في حرب أكتوبر، وهيكون معايا دكتور أشرف عبد الرحمن الناقد الموسيقي بأكاديمية الفنون. نطلع فاصل سريع مشاهدينا الكرام ونرجع على طول عشان نبتدي حلقة، يلا بينا. أنا واحدة من الجيل الجديد، ما حضرتش اليوم السعيد، لكن أبويا حكالي عنه، عن جيش بطل عن جيش عنيد، كان كله فخر إحساس عظيم، جيل جيش ورد الأرض لينا. وحكالي عن جندي بسيط، كتب بدمه على العالم، لا هم جاه ولا هم صيد. الأرض رجعت لما احنا كنا صف في كل محنة، وبيدينا خدنا زينة تحيا مصر في كل بيت. سينا مش أرض وجبال، سينا روح جبل رجال، من الجيل الجديد.